هو جزء من أسباب تراجع الأمة هو عدم وجود خطط. الأمم تنهض بالتخطيط. أما نحن في العراق حقيقة وبعد 2003 فلا يوجد لا مخطط ولا توجد خطة. يعني حتى الكادر الوظيفي الموجود بالدولة العراقية للأسف لا يمتلك قدرة على التخطيط، وإذا ما امتلك بعض الأشخاص فلا أحد يستمع إليهم، فالجميع من غير الاختصاصات الذين يعملون مع مفاجآت كثيرة تحدث في المجتمع. أولا أخي العزيز، موجة النزوح في العراق كان المفروض أن ينتبه إليها العراق، لأن الخطة الدولية والخطة العراقية هو القضاء على داعش، فمعنى معروف أن ستحدث معارك كبيرة في هذه المنطقة في هذه المناطق وينزح الناس. المسألة الأخرى، النزوح كان مفاجآت. على سبيل المثال عندما حاصرت القوات العراقية الفلوجة، فجأة شاهدنا 40,000 مواطن خلال يومين يتدفقون على ناحية قرمة الفلوجة وعلى عامرية الفلوجة التي هي أساسا ممتلئة بالنازحين سابقا. أي لا يوجد تخطيط. الجيش يعمل في جانب، وزارة الهجرة والمهجرين تعمل في جانب. أزمة النزوح بدأت منذ الأسبوع الأول عند سيطرة داعش على المحافظات التي كانت تحت هيمنته، ولم نستطع خلال عامين أن نفكر كيف ننقذ النازحين. انشغلنا بقضايا فساد جانبية، انشغلنا بإشكالات. هو من انشغل دكتور هاني؟ احنا انشغلنا لو النواب انشغلوا. لا، ليس النواب حقيقة، المؤسسة كاملة، لكي لا نوجه اتهام للنواب، لأن النائب ليس بيده قرار تنفيذي. الآن النازحين في العراق يعادلون سكان الكويت وقطر والإمارات والبحرين.